شاركت سفارة تونس بالصين افتراضيا في المائدة المستديرة التي نظمها بداية الشهر الجاري مركز النهوض بالصادرات بتونس سيباكس، والتي خصصت للتباحث حول فرص تصدير زيت الزيتون التونسي نحو السوق الصينية. وكان اللقاء الذي شارك فيه المستشار التجاري بسفارة الصين بتونس وعديد الفاعلين الاقتصاديين فرصة للوقوف على خصوصيات هذه السوق الضخمة والآليات المتاحة لمزيد التعريف بهذا المنتوج ذي الجودة العالية لدى المستهلك الصيني. كما تمحور النقاش حول كيفية تعزيز مشاركة الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون في التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنتظم بالصين، هذا فضلاً عن سبل الترويج لهذا المنتوج في المنصات الإلكترونية والفضاء الرقمي الصيني. سجلت سفارة تونس بالصين بمعية مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين مشاركتها في الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد والتصدير الذي ينتظم من الخامس إلى العاشر من نوفمبر الجاري بمدينة شنغهاي الصينية. وقد زار السيد عادل العربي سفير تونس بالصين الجناح التونسي الذي يمتد على 132 متر مربع ويعرض منتوجات غذائية تونسية متنوعة وذات جودة عالية، وذلك بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال تونسي تحت إشراف كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى جانب تقديم نماذج من الصناعات التقليدية وأشرطة ترويجية حول المواقع السياحية ببلادنا. ويعتبر هذا المعرض من أضخم التظاهرات الاقتصادية في العالم، ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 152 دولة ومنظمة وشركات عالمية. وتهدف المشاركة التونسية في هذا المعرض إلى التعريف بالمنتوجات التونسية لا سيما ذات الجودة العالية لدى المستهلك الصيني، كما تساعد على فتح آفاق تصديرية إلى السوق الصينية. ونبقى في الصين، حيث تمحور اللقاء الذي جمع السيد عادل العربي سفير تونس بالصين بالسيدة ريم العيادي وزير مفوض بالسفارة ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي، تمحور حول تقدم إنجاز المشاريع الكبرى ببلادنا وبحث سبل التسريع في استكمال الدراسات الفنية اللازمة لتمويلها وتنفيذها وكيفية تجاوز العراقيل القانونية والإجرائية لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تونس والانخراط في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي، هذا فضلا عن سبل التعاون في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية والدورات التدريبية التي يقدمها الجانب الصيني لا سيما في مجال بعث المشاريع على المستوى المحلي ودعم الشركات الناشئة. اعتباراً للدور المهم والريادي الذي تضطلع به المرأة التونسية المقيمة بالخارج في ترسيخ الهوية التونسية والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن الأم، وفي إطار الحرص على ربط الصلة بأبناء الجالية التونسية المقيمة بفنلندا، نظمت سفارة الجمهورية التونسية هناك مؤخراً احتفالاً على شرف سيدات تونس المقيمات بفنلندا وإستونيا. ومثلت هذه التظاهرة مناسبة للاطلاع على قصص نجاح التونسيات بفنلندا في مختلف المجالات والتبادل الإيجابي والحوار المفتوح حول مشاغلهن وأفكارهن ومقترحاتهن الرامية للمساهمة في مزيد ازدهار تونس ورفعتها وإشعاع صورتها في الداخل والخارج. شاركت سفارة تونس بجنوب إفريقيا في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للبرلمان الإفريقي، وبهذه المناسبة عقدت سفيرة تونس بجنوب إفريقيا كريمة البرداوي لقاء مع أعضاء الوفد البرلماني التونسي المشارك في الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي، تم خلاله التأكيد على أهمية الحضور التونسي في هذا الحدث بما يكرس البعد الإفريقي لبلادنا والتزامها التام بدعم العمل الإفريقي المشترك. سجلت السفارة التونسية بالسويد مشاركتها في معرض ستوكهولم للكتاب العربي في نسخته الرابعة، والذي مثل مناسبة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين العالم العربي والسويد. وفسح المعرض المجال للزوار الذين أبدوا إعجابهم بالأدب التونسي،
هذا فضلا عن كونه مثل فضاء للتلاقي بين مختلف أفراد الجالية التونسية والتواصل معهم والحرص على مزيد ربط الصلة معهم. أجرى سفير تونس بأنقرة السيد أحمد بن صغير مؤخراً لقاءاً مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المهندسين المعماريين الأتراك بحضور مجموعة من رجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة التي يعتزم القيام بها وفد اقتصادي عن الاتحاد إلى بلادنا من 17 إلى 21 من الشهر الجاري. وكان لقاء مناسبة قدم خلالها سفير تونس بأنقرة عرضا مرئيا حول المزايا التفاضلية والتنافسية للوجهة الاستثمارية التونسية، هذا فضلا عن الحوافز التي تقدمها بلادنا للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على أهم التنقيحات التشريعية التي تم سنها مؤخرا لاستحثاث نسق إنجاز المشاريع الكبرى ببلادنا. تتويجاً لمساعيها لدى الجهات المختصة وسعياً منها لتطوير الخدمات القنصلية لفائدة أبناء تونس المقيمين بالبرتغال من خلال العمل على اختصار أجالها بما يخدم مصالحها وييسر ظروف إقامتها، توصلت السفارة إلى تركيز وحدة لإنتاج جواز السفر المقروء آلياً لأول مرة بقسمها القنصلية. وشرعت السفارة في الرابع من الشهر الجاري في إنجاز جوازات السفر بصفة حضورية مع احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل. وستواصل السفارة بذل كل مجهوداتها في سبيل مزيد الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجالية التونسية المقيمة هناك. وفي البرتغال دائما وفي إطار التعريف بثراء المطبخ التونسي لدى الأوساط البرتغالية، استضاف السيد نوف الهدية سفير تونس بالبرتغال أعضاء نادي سيركلو سيد إكسبريس الذي يضم شخصيات برتغالية مرموقة في إطار احتفاله بالذكرى العشرين لتأسيسه. وتقوم فكرة النادي على التعرف على فن الطبخ بمختلف الدول، سواء من خلال التنقل إلى عدد كبير منها أو التعرف على الأطباق الوطنية لها لدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبرتغال. وقد عبر أعضاء النادي عن إعجابهم بالأطباق التونسية التي تم تقديمها بالمناسبة، والتي تتشابه في جانب منها مع بعض الأطباق البرتغالية. شاركت سفارة الجمهورية التونسية بإسلام أباد مؤخرا في تظاهرة الاحتفال بيوم الفرنكوفونية 24 و2000 الذي نظمته مجموعة سفارات البلدان الفرنكوفونية المعتمدة بباكستان بالتعاون مع مؤسسة التحالف الفرنسي بإسلام أباد. وقد تم التأكيد خلال التظاهر على عرقة انتماء بلادنا للفضاء الفرنكوفوني بصفتها دولة مؤسسة وعضوا في منظمة الفرنكوفونية، والذي جسمه تنظيمها بنجاح للدورة 18 للقمة الفرنكوفونية وترأس القمة طيلة السنتين الأخيرتين، كما تم التذكير بأهم الرسائل التي وجهتها تونس خلال القمة الفرنكوفونية الأخيرة التي انعقدت بفرنسا يومي 4 و5 من أكتوبر الماضية. وتميزت المشاركة التونسية بتقديم معرض حول مشاركة بلادنا في الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي انتظمت بباريس، فضلا عن تخصيص جناح للترويج للمأكولات والثقافة التونسية. وحضر فعاليات هذه التظاهرة عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بإسلام أباد.